ثالث متدخل في هذا الموضوع هو من فريق التحالف الاشتراكي، وهو حول الحصيلة المتوقعة دائما للموسم الفلاحي والتدابير المترتبة عنها. تفضلوا. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، إخواني المستشارين المحترمين، لقد أعلنتم السيد الوزير قبل أيام أن حصيلة المؤقتة للموسم الفلاحي الجاري لن تتجاوز 70 مليون قنطار من الحبوب، وهي حصيلة متوسطة مقارنة مع السنوات الفلاحية الجيدة. وقد ساهمت في هذه الحصيلة عوامل مناخية، لكن كذلك عدم استخلاص الدروس من العوامل أخرى لها علاقة بالتدبير القطاع، مثل استمرار تأثير الأمراض الطفيلية على المحصول الزراعي كما حدث في جهة الغرب، حيث أصيب زراعة الحبوب بهذه الأمراض وأثر فيها سلبا، على رغم أن العوامل المناخية لم تكن سيئة بهذه المنطقة. وقد سبق لنا في فريق التحالف الاشتراكي أن نبهنا في ذلك في السنوات السابقة، ودعونا إلى معالجة البذور ومراقبة ظهور هذه الطفيليات التي عادت في هذا الموسم وأثرت سلبا على المنتوج. نسائلكم السيد الوزير عن تقييم وزارتكم لهذه الحصيلة وأسبابها، وما هي التدابير التي ستقومون بها لاستدراك النقص، وكيف تنوون مواجهة العوامل الغير المناخية المؤثرة في محصول الفلاحي في هذا الموسم المقبل. وشكرا سيد الرئيس. شكرا للسيد المستشار.